أيضا يقول: إذا تبرع الإنسان من دمه وهو صائم، هل يؤثر ذلك على صيامه؟ وما رأيكم في الحقنة التي ليست للتغذية بالنسبة للصائم؟ هل هي في حقه من مباحات الصيام أم أنها من مبطلاته؟ أفيدونا في ذلك أثابكم الله. أما بالنسبة لسحب الدم من الصائم فهذا يفطر الصائم إذا كان كثيرا، فإذا سحب منه دم للتبرع به لبنك الدم مثلا أو لإسعاف مريض يحتاج إلى إسعاف بدم، وسحب من الصائم كمية من دمه، فإن ذلك يؤثر ويبطل صيامه كالحجامة. الحجامة ثبت بالنص، والنص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية كثير من الصحابة أن الحجامة تفطر الصائم، فكذلك مثلها سحب الدم إذا كان بكمية كثيرة فإنه يفسد الصيام. أما قضية الحقن التي تحقن جسم الصائم وهي الأبر، فهذه إن كانت من الأبر المغذية فلا شك في أنها تفطر الصائم، لأنها تقوم مقام الأكل والشرب في تنشيط الجسم وتغذيته، فهي تأخذ حكم الطعام والشراب إذا كانت من الإبر المغذية. وكذلك إذا كانت من الإبر غير المغذية وهي التي تؤخذ للدواء والمعالجة وأخذت عن طريق العرق طريق الوريد، وهذه أيضا تفطر الصائم لأنها تسير مع الدم وتصل إلى الجوف ويكون لها تأثير على الجسم كتأثير الطعام والشراب، كما لو أنه ابتلع الحبوب ابتلعها عن طريق الفم فإنها تبطل صيامه، فكذلك إذا أخذ الدواء عن طريق الحقن فإن هذا أيضا يؤثر على صيامه. أما الحقن التي تؤخذ في العضل لا تؤخذ في الوريد وليست مغذية، فهذه رخص فيها بعض العلماء، لكن الذي أراه أنها تأخذ حكم بقية الأبر، لأن لها تأثيرا على الجسم ولها مفعول في الجسم، فهي كما لو أخذ الدواء عن طريق الفم، لا فرق بين أخذها عن طريق أخذ الدواء عن طريق العضل وأخذه عن طريق الفم، لأن كلا ينفذ إلى الجسم ويصل إلى أعضاء الجسم ويجد لها تأثيرا وتنشيطا في جسمه، فهي من المفطرات. فالأولى بالصائم ألا يتساهل في هذه الأمور، وإذا كان مريضا واحتاج إلى العلاج واحتاج إلى أخذ الأدوية والحقن فإنه يأخذها لأنه مريض، وقد رخص الله للمريض بأن يفطر فيأخذها ويقضي هذا اليوم نظرا لأنه مريض. أما إذا كان في غنى عنها ويستطيع أن يؤخرها إلى الليل فإنه لا يجوز له أن يأخذها في نهار الصيام. نعم، شكرا الله لكم.